أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعينا الكرام في إعلان سلسلة شراب التوت البري، الحلقة 52، الإعلان الأول مترجم للعربية. حيث يبدأ الإعلان أظن بلغة تقول: ماذا لو صار كل شيء بشكل خطأ؟ بعد ذلك سنرى كيف الجيم وهي تحمل اختبار الحمل وتسأل إليف ودوغا وتقول لهم: من منكم حامل هنا؟ دوغا ترد عليها وتقول لها: أنا. وهنا كيف الجيم أكيد سوف تشعر بالصدمة من هذا الخبر. وبعد ذلك سنرى كيف الجيم وهي تجلس مع عمر وتقول له: فاتح يلتقي بأحد، صحيح؟ بعد ذلك سنرى بامبي تقول أن دوغا ليست من عائلتنا. بعد ذلك سنسمع شخص آخر يقول: ماذا لو قالت أنها سوف تلد؟ وسنرى فاتح يتحدث في الهاتف. بعد ذلك سيتفاجأ بجوركام وهي أمامه وعمل الكاسك ونزلت من على الدراجة النارية، وسنسمع فاتح يقول: ليس إلى هذا الحد. وبعد رؤية فاتح لجوركام تفاجأ وقالت له: لأعطيك القليل من الإثارة. وبعد ذلك سنرى فاتح أيضا يركب الدراجة النارية ويذهبان سويا للاستمتاع. وبعد ذلك سوف نسمع فاتح يقول: كيف أنا سوف أخبر دوغا بهذا أنني سوف أتزوج مرة ثانية، على أساس أصدقائي أن دوغا تهمه. وبعد ذلك بامبي سنسمعها تقول: هذه الفتاة تنتمي لعائلة معروفة بالأدب والأخلاق الحميدة. هنا أكيد أصدقائي تقصد جوركام سوف يرى صاحبة الأخلاق الحميدة والأدب ماذا سيخرج منه. وبعد ذلك سنرى دوغا وهي مع كيف الجيم وحزينة جدا وتقول: فاتح سيتزوج يا أمي. وهنا كيف الجيم تفاجأت بهذا الكلام وقالت: ماذا؟ وبعد ذلك أيضا سنسمع بامبي تقول: غدا إن شاء الله سوف نذهب لنطلب يد الفتاة. وأيضا سنرى أصدقائي دوغا حزينة جدا وتشعر بخيبة أمل، وإليف تساندها. وبعد ذلك أيضا سنرى النور سيما تقف مع أردوغلو ويقول لها: هذه هي الحياة، هناك صعود وهبوط، ليس هناك ما يمكن فعله. مرسيمة تقول: هكذا طبعا. بعد ذلك سنرى فاتح يجلس ويتحدث مع شخص ما يقول له ذلك الشخص: لا يوجد شيء اسمه الغش أو العنف. وبعد ذلك سنرى دوغا مع جدتها تتحدث، حيث الجدة تقول لها: ذهبت والدتك لتخبرهم أنك حامل. ودوغا هنا لم يعجبها الأمر لأن أمها لم تخبرها عن هذا الموضوع. وهنا أصدقائي ينتهي الإعلان. المهم فرجة ممتعة، وإلى اللقاء، وموعدنا إن شاء الله دائما يتجدد في الجديد. مع السلامة.